اكسبشن تو رول 2. هلا رول 2 بتقول انه انا بصيرش اعكس الدايركشن وفي باسنجرز في الداخل، وكمان احنا بنقول بصيرش اني اخذ لاندنج كول على كاركول. هلا في سيستم جديد اسمه ديستنيشن جروب كنترول. ديستنيشن جروب كنترول، الباسنجر بيعلن الديستنيشن تبعته من الخارج، فبيعلن انه هو، ولازم يعلن كمان عدد الناس اللي معاه في مجموعته. يعني افرض احنا ثلاثه ماشيين، ثلاثه مع بعض رايحين على طابق معين، لازم نعلن انه احنا بنكبس، بنقول احنا رايحين على السابع، وبعدين بيسالني كم باسنجر، بقول له احنا ثلاثه ماشيين في الجروب مع بعض. فعندي هون مثلا، نفترض هي هون موجوده مجموعه من الباسنجرز، هاي ثلاث باسنجرز بيستنوا هون، خلينا نفترض هلا هدول الباسنجرز رايحين على هدول، بدهم يروحوا مثلا على البيسمنت، فسجلوا هدول ثلاث باسنجرز وقالوا احنا بدنا نروح على البيسمنت. في مصعد هون نازل نزول، وخليني افترض كمان انه هذا المصعد نازل نزول ورايح على البيسمنت، حتى كمان يتبين اوضح الاشي السبب ليش عملنا هيك. وخليني افترض الان انه عندي، او خلينا ناخذ هذا المثال، المصعد هذا نازل نزول ورايح على البيسمنت، هذا المصعد وهدول نفترض انه هدول على الطابق الخامس، وصل هذا المصعد الطابق الرابع، وفي باسنجر هون اخذه من هون، وهذا المصعد بده يروح على البيسمنت، هذا الباسنجر يروح على البيسمنت. هدول ما كانوا ملحقين يسجلوا لسه، ثلاثة هدول ما كانوا مسجلين الديستنيشن تبعتهم، فبعد ما مر هذا المصعد عنهم ونزل وقف هون، عم بجهز حاله شو يعمل؟ ياخذ هذا الباسنجر مش هيك؟ وهذا الباسنجر احنا عارفين مسبقا انه رايح على البيسمنت، فالان المصعد هذا مجهز حاله ياخذ هذا الباسنجر، وقبل ما الباسنجر يدخل على المصعد هو عارف انه رايح على البيسمنت، فهو عارف حاله رايح على البيسمنت وعارف الباسنجر. في اللحظة هاي تقريبا قبل ما يوقف بشوي صغيره سجلوا هدول الثلاثه، وحكوا لي انه احنا رايحين على البيسمنت. هيشوف اول شغله ايش الشيء اللي اغراني اني ارجع لهم، انه انا رايح على البيسمنت وهم رايحين على البيسمنت. الشيء الثاني مش كثير بعاد عني، هم طابق واحد لفوق، بس انا على الرابع بدي انزل لسه لبي، فبعيد البي عني، فالبي ابعد عني. مين اللي اخرته هلا وضايقته؟ هذا الباسنجر، بس هو باسنجر واحد. قديش راح يتاخر هذا الباسنجر اذا انا قررت اعكس وهو موجود معي واطلع هون؟ تاخر شيء بسيط، بس انا اذا تركت هدول ونزلت، ونفترض بقيت مصاعد مشغوله، اذا انا نزلت وصلته على بي ورديت رجعت اخذتهم ورديت نزلتهم على بي راح اتاخر كثير. اذا في الحاله شو راح اعمل؟ راح اخذ هذا الباسنجر، راح اعتذر منه، بحط له اشاره صوتيه انه احنا الان راح نعكس الاتجاه لسبب معين عشان يعرف انه ما صار شيء خطا بالسيستم. راح اطلع من هون اخذ هدول الثلاثه، هي عكست، هي كسرت رول، مظبوط. هلا هون في الديستنيشن كنترول سيستم التمييز بين اللاندنج كول والكار كول بطل واضح زي زمان، مجرد ما انكبس اللاندنج كول تحول لكار كول. مش انا بقول لهم هلا هدول لما يكبسوا كبستهم بقول لهم مصعد A راح يجي ياخذكم، بدهم يروحوا يوقفوا قدام مصعد A لانه في لسه مصعد B وC وD، برجع هدول باخذهم وبنزل. هذه اسمها الريفرس جيريز. هلا مش دائما هاي طبعا بتساعد، بس في حالات معينه، في حوالي 10% من الحالات اذا سمحت بالريفرس جيريز، هي هون الاكسبشن تو رول 2 اسمها ريفرس جيريز. هاي لاول مره بتنكسر الرول، في حالات معينه بينفع اني اكسر الرول هاي وكون مفيد للسيستم. نعم، هون ما في هذا السيستم اصلا، ما في لاندنج وكار كله تمام. هذا اللي بحكي لك اياه، هون تقريبا بهذا السيستم صار التمييز بين اللاندنج والكار كول صار ضعيف، صاروا فيري فازي هيك، دخلوا ببعض الى حد ما. لحظه ما انكبس اللاندنج خلال 200 ملي سكند تحول لكار كول، لاني مباشره لازم اجاوبهم. اوكي، هذا مثال واضح على، بس هاي طبعا حاله ممتازه انا جبتها، مش كل الحالات رح تكون ممتازه، فبدك تقرر تكسر الرول ولا تبعث له واحد ثاني. وطبعا كمان بيعتمد انه هل الانرجي كونسومشن مشكله عندك؟ هل الانرجي كونسومشن اهم من الويتنج تايم؟ بدك تقرر احيانا، طبعا احيانا